السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. يواصل المدرب جمال بالماضي في خطف اللاعبين الشبان، فقد استطاع في مدة قصيرة من تكوين منتخب قوي للغاية، ومن هنا طلب منتخب البرازيل من الاتحادية الجزائرية تنظيم مباراة ودية ضد رفقاء نيمار وفينيسيوس، والتي ستكون قوية جدا، بالإضافة إلى مباراة ثانية أمام نادي البرتغال، وهذا لتحسين العلاقات بين البلدين، وهذا بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون لإجراء هذه المباراة الودية ضد رفقاء كريستيانو رونالدو أمام منتخب إنجلترا الذي طلب مباراة ودية منذ شهرين مع الخضر. لم يتم الرد على طلبهم بصفة رسمية إلى غاية الآن لأن جمال بالماضي لم يرحب بالفكرة. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.